ينضم الينا في الاستوديو الصحفي فراج اسماعيل. اهلا بك فراج، طبعا انت زميل ايضا. ابدا معك بهذا الاتفاق، ماذا يعني في هذا الوقت؟ يعني انه هناك اصرار على وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسه، او على الاقل البدء في عمليه الدستور قبل انتخابات الرئاسه، بحيث لا يترك مصير الدستور للرئيس القادم، وبحيث تحدد صلاحيات رئيس الجمهوريه، لانه فعليا حتى الان في ظل القانون، في ظل الاعلان الدستوري الحالي، ليست هناك صلاحيات معروفه لرئيس الجمهوريه ولا مدى علاقته بالبرلمان. الحقيقه انه هذا الحل الذي تم التوصل اليه امس هو انجاز يعني كبير، لكن لازلت اقول ان هناك لغم قد يتفجر في يوم الثلاثاء القادم عند التصويت على اختيار أعضاء هذا ما كنت التأسيسية. غير هناك المحكمة الدستورية العليا التي تنوي أن تصدر أيضا يعني حكمها قبل الانتخابات بيومين حقيقة، وأيضا موضوع العزل السياسي، هذا الأمر ألا يشكل عقبة جديدة، ممكن أنه يشكل أزمة جديدة في مصر، خاصة إذا ما تم عزل مثلا شفيق؟ ولماذا الاختيار قبل نهاية الأسبوع أو قبل الانتخابات بيومين؟ الحقيقة أنه في مصر من طوال 14 الشهر الماضية كلما انفرجت حلقة كلما ضاقت حلقات، وهذا ينطبق على الوقت المأزوم الذي اختارته المحكمة الدستورية العليا لتصدر حكمها يوم 14 يونيو قبل الانتخابات ب 48 ساعة، وأيضا في يوم خميس يعقبه يومان عطلتان رسميتان في مصر، لا تستطيع مثلا المحكمة أن تقدم فيها تفسيرات أو شيء من هذا القبيل. نحن نتحدث عن قانون العزل السياسي، والطعن المقدم في مجلسي الشعب والشورى. أولا هناك تسريبات بأن هيئة مفوض المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لقانون العزل السياسي قضت بعدم دستوريته، وهناك أيضا تسريبات بأنها قضت أيضا بعدم قانونية أو إنه قانونية قانون مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي المخصص للفردي واشتراك الأحزاب فيه. ستنظره المحكمة وتصدر حكمها بناء على ذلك، لكن السؤال الآن ماذا إذا حكمت بدستورية قانون العزل؟ هل يخرج أحمد شفيق من يعني قبل 48 ساعة وماذا يحدث؟ تتوقف الانتخابات أم تعاد من جديد؟ يعني أنا أعتقد أنه لو صدر الحكم يوم الخميس فالسلطة في يد اللجنة الرئاسية أو لجنة الانتخابات الرئاسية، لأنها محصنة بفعل المادة 28، وأحمد شفيق اكتسب فعلا وضعا قانونيا قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، إلا إذا قالت المحكمة في حكمها أن طبقت ذلك أو طلبت بتطبيق ذلك على أحمد شفيق، وهذا لا يحدث إطلاقا، هي حكمها عام. إذا أحمد شفيق سيستمر في السباق الرئاسي سواء حكمت المحكمة بدستورية القانون العزل أو بعدم دستوريته. يبقى شو أهمية القرار الذي يصدر؟ أهمية القرار الذي سيصدر، لأن سيريح الساحة السياسية إذا حكم بعدم الدستورية فينتهي هذا الفوران الجاري حاليا، بس هيبقى في حاليا لأن سيحكم بالدستورية، وهنا كما قلت الأمر راجع للجنة الرئاسية، أما تتخذ قرارا سياسيا بوقف الانتخابات وهذا قرار لها حق فيه، وأما أن تستمر الانتخابات ويصبح رئيس الجمهورية في وضع غير شرعي شعبيا، وتبقى المسألة معرضة للأزمات يعني فترة قادمة. لكن السؤال أيضا يعني لو بالنسبة لمجلس الشعب هناك مشكلة، قانون الإعلان الدستوري الحالي لا ينص على حق المجلس العسكري في حل مجلس الشعب. مجلس الشعب لا يحل تلقائيا بمجرد أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم قانونية القانون انتخابه، لابد أن يصدر الحاكم رئيس الجمهورية أو أن من يقوم مقامه بحل مجلس الشعب. ماذا سيجري إذا قلنا أن هناك المادة 56 ممكن أن تعتبر تتيح للمجلس العسكري، المادة 56 في الإعلان الدستوري، حل مجلس الشعب، بمعنى أنها تقول أن له أن يتولى سلطات رئيس الجمهورية، ومن هذه السلطات حل مجلس الشعب بموجب دستور 71، فمعنى ذلك سنبقى أمام في معضلة جديدة، رئيس الجمهورية أمام من سيحلف اليمين الدستورية؟ لابد أن يحلف أمام مجلس الشعب، مجلس الشعب حل. يبدو أننا سننتظر ثلاثة أو أربعة شهور أخرى إلى أن يتم
انتخابات جديدة من الشعب. يعني انه انتخابات ما تصير حقيقة، هذا ما يطرح يعني عم بسمع انا، وانه الحكم العسكري يعود الى الساحة من جديد بسبب اللغط الحاصل. لا انا في رأيي يعني معظم الدفوع القانونية او الدستورية تقول ان الانتخابات ستتم، لأنه لا مجال إلا أن تتخذ اللجنة الرئاسية بوقف الانتخابات، وأعتقد أنها لن تفعل ذلك قبل 48 ساعة من الانتخابات. شكرا جزيلا لك زميل فراج إسماعيل، صحفي زميل متواجد معنا في الاستوديو.